الدين ديالنا كيحتنا باش ما نصدقوش هذيك التوقعات. راه قال لك كذب المنجمون ولو صدقوا. ودابا الناس الله يهديهم راه هي الصراحه الناس ولاو كيخرجوا شويه على الدين، فهمتي؟ ولاو كيتيقوا داك الشيء العلماني وداك الشيء ديال والله سبحانه وتعالى قال لك قل لن يصيبنا الا ما كتب. امرأة تسمى ليلى عبد اللطيف تقرأ من ورقة حول بعض التوقعات، تتوقع الزلزال بالمغرب وتتوقع. السلام أصدقاء، مرحبا بكم في فيديو جديد. قبل كبغي نشكركم على التفاعل لحقوا الفيديوهات مؤخرا، فكنشكركم كل الشكر وما ننسى أنكم تشاركوا معايا في لاشين. إلا كنت باقي ما مشتركش حاول أننا نكملوا 1000 أبوني بس نزيدوا في المحتوى ديالنا. فكلكم كتعرفوا ولا كلكم طلعوا لكم شي نهار فيديوهات ديال ليلى عبد اللطيف، هاد الأخت ولا هاد الإمرأة اللي كدير فيديوهات لبنانية كتنبأ فيها حوالي مجموعة من الأحداث، واللي قالوا بعض الناس لأنها هاد الأحداث كيف ما تنبأت بها وكيف موقعات. والعياذ بالله، فأنا كنحاول على أنني ما نحمسش مسؤولية للدراري الصغار باش أنهم يتفرجوا وما نوجهش لهم هذا الخطاب، بل وأن إلا كنتي مسؤول على راسك تفرج في الفيديو ويكملوا. فقبل ما نبدأ الأصدقاء في هذا الفيديو ننصحكم باش أنكم ما تسمعوش لها الهضرة، ولم أنكم تدخلوها من هنا وخرجوها من هنا. علاش؟ لأن هذه الهضرة راه واخا تبان لكم واحد الجانب يقدر يقول لكم على أنها حقيقية وهذا الشيء اللي تنبأت به هذه السيدة راه حقيقي وواقعي، فالعلم لله وحده والدين الإسلامي كيقول لك ولا تصدقوا الكهنة، واخا يكونوا هما على صواب واخا يكونوا كيقولوا الحقيقة فربما يقدر داك الشيء غير يكون غير صدفة، والصدف كيوقعوا بزاف ديال الصدف في الحياة. فما علينا، فهاد الكاهنه كيفما قالوا لانها ظهرت في واحد البرامج اللي كثيره، فمثلا ظهرت في تونس برامج في تونس، ظهرت في برامج في الجزائر، ظهرت في برامج في بزاف ديال الدول العربيه، وكذلك في لبنان على انها كتقول بزاف ديال التوقعات. ومن بين هاد التوقعات كيفما شفتوا اللي زعزع العالم وهو الحدث ديال الزلزال. ولكن غنقول لكم واحد الخفايا اللي سريه قدر انه مبين لكم الضعف ديالها في التنبؤ والضعف ديالها في هذا الشيء كامل. فنفترضوا ان هاد ليلى عبد اللطيف توقعت داك الشيء حقيقي وصحيح التوقع ديالها والعياذ بالله، فنقولوا على ان التوقع ديال الحدث ديال الزلزال كيف ما غتشوفوا في الفيديو، على انها قالت ان المغرب غادي يتعرض لواحد الهزه ارتداديه ارضيه، وهاد الهزه ما غتخلفش واحد الخسائر. المغرب الى هزه ارضيه سيشعر بها معظم سكان المغرب وتسبب حاله من الهلع والخوف وبعض الاضرار الضفيفه باذن الله، ما في شيء يعني. وستمر هذه الهزه بسلام ولا خوف او خطر. والعكس ديال هذا الشيء، فكيف ما شفنا ان المغرب حقق واحد الزلزال اللي كسر واحد الدرجه ديالو ما بين 7 درجات، فحقق واحد الخسائر اللي ماديه وجسمانيه في بزاف ديال البلايص في المغرب، غيصيب بعض المناطق. وحنا كنشوفوا على ان الهزه الارتداديه يوم الجمعه، فهاد الهزه كانت في جميع انحاء في المغرب كامل. ما ديما كيتوقع الا الله سبحانه وتعالى، حنا خصنا نديروا اعتقادنا في الله سبحانه وتعالى، واي قدر جاء من عند الله ما كيعلم به الا الله سبحانه وتعالى. شي واحد يقول لك غادي يوقع، انا اللي كنطلب من الشعب المغربي باش يكون ايمانه قوي بالله سبحانه وتعالى، فهمتيني، وما يبقاش ينسى. نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال السنة النبوية الشريفة، الله سبحانه وتعالى تحدث عن علم الغيب وأنه يعني شيء من اختصاصاته سبحانه، فقال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ثم إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني أمره ربه سبحانه وتعالى أن يتحدث بهذا الأمر وأن يتبرأ ممن قد ينسب له أشياء ليست من اختصاصه، فقال سبحانه وتعالى قل، أي قل يا محمد، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وربنا سبحانه وتعالى يقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. بعض الأشياء أو بعض الأشياء من علم الغيب اختص بها ربنا سبحانه وتعالى أنبياءه ورسله في ذلك أو في أزمنتهم، حيث أن الحاجة كانت تقتضي ذلك، فقال سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، طبعا ليبين لقومه أو ليظهر آية من آياته أو يعني شيء من هذا القبيل. لكن بالمطلق الأمور الغيبية وما يقع يعني في الزمان المستقبل هو بعلم الله سبحانه وتعالى قطعا،
وقد ظهرت في زمننا هذا موجة أو موجة ما يسمى بالمنجمين أو الكهنة أو العرافين أو سميهم ما شئت. هؤلاء يعني لم يأتوا بجديد، هؤلاء تحدث عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي روته أم عائشة رضي الله عنها، فقالت له يا رسول الله يعني ما تقول في العرافين؟ قال ليسوا بشيء. فقالت إنهم يحدثنا بأشياء فتكون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يلقيها الشيطان في أذن وليه فيزيد عليها 100 كذبة. فالحاصل أن هناك شياطين تسترق السمع. فكانوا هادو من الاراء ديال بعض المغاربه حول هذه القضيه، والتصديق ديالهم كيبان على ان الايمان ديالهم قوي، ونتمنى ان البعض منكم وكل منكم يكون الايمان ديالو قوي بالله عز وجل، وما تيقش هذه الخرافات هي فقط صدف، يقدر اي واحد يبين واحد الصدفه، تقدر توقع تقدر ما توقعش، فهادشي كيبقى غالبا نسبي وماشي حقيقي. ولا بغيتي تورصك فيديوهات ديالي جداد واي موضوع في الفيديوهات ديالي، شارك معايا فلاشي باش يورصك فيديوهات، وعطيني التعليق ديالك ولا الراي ديالك في الكومنتيرات لتحت، وعطيني شي موضوع جديد دوي عليه، ولا كان كيعجبك بحال هاد المحتويات اشترك ودير لايك، وتهلاو الدراري في فيديو جديد.